الراديو 99 يقدم إلهام مقار في بخاتي. كتابة ميشيل نبيل، محسن رزق، منتج منفذ شانل برودكشن، إشراف عام شادي مقار، إخراج محسن رزق. أعزائي المشاهدين المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في برنامج بخاتي In My Heart On My Mouth، يعني اللي في قلبي على لساني. بخاتي بخاتي. أنا مرة كنت عتشات على النت، تعرفت على واحد اسمه جون من بلاد برا. قلت له جون تعالى زورنا في مصر وفسح لك يا أخي يومين. الواد ما كدبش خبر، ولقيته بعت لي يقول لي أني جاي أزورك. قلت له أهلا وسهلا. الواد جه، رحت استقبلته في المطار بعربيتي وكان معاه حتة موبايل دولي. ركبنا العربية، الواد حط الموبايل قدامه على الطبلون، رحت أنا كمان نطلع موبايلي أبو خطين وحطيته جاره على الطبلون. جاره وخدت الضيف وقلت انفسحون شمموا شوية بليوشن من بتاع بلدنا. قعدنا نتكلموا عن الحاجات اللي كنت عبعتها له على الفيسبوك، الصور السيلفي واللي ما سيلفيش واللي سيلف حد تاني، وصوري وانا في المظاهرات ووراي الناس والشرطة والجيش والامن المركزي والمتظاهرين والعلم والالعاب النارية اللي عطلت في السما ده. واحنا عم فسحوا ونفرحوا الضيف بالعربية بتاعتي والموبايلات قدامنا على الطابلوه الدولة ومخططين، وقفنا في اشارة وفجأة سمعنا طقرة جامدة على شنطة العربية. التفتنا نبصنا وجون على ايه الطقرة الجامدة دي. جه واحد تاني ومد يده من شباك العربية وخطف الموبايلات من على الطابلوه من قدامنا وفك. ايه فك دي يا بخاتي؟ فك يعني هرب، يعني طار، يعني زاغ. يا جاموسة يا وكل ناسك انت هتكفل المحطة. ده كان صاحب العمر عشرة بس ما طايقوش. كذاب، انت بتحبني جدا جدا. لزق لي وداسس نفسه في كل حاجة، يطلع لي زي العفريت من العلبة. المهم الواد زار قام اتلفت جون وجايل لي. هاي بكاتي، it's a robbery. Yes, we have to go to the police station, make a report right now. فعلا بين على جسم الشرطة. بخاتي بخاتي. او رحنا الجسم، جون استقبل الضابط وقعد قدامه وجاب له شوب شايب فتلة، وجون قعد يتفرج على الجسم. جسم ايه؟ جسم غريب يطب فيك ويخلصني منك يا واكل ناسك. قال دخلك الاستوديو بتاعي تاني. المهم لقاني امين الشرطة وقال لي ايه اللي حصل؟ اتسرقت يا بوي. اسمك ايه؟ بخاتي السيد بخاتي الجور. ايه؟ بخاتي السيد بخاتي الجور. طيب اتركنا على الحيط. بخاتي بخاتي. ساعة، قول ساعة ونص يعني. جاني ضابط مباحث لابس جاكيت جلد اسود وقال لي ايه اللي اتسرق منك؟ الناس ضميرها اتطخ في قلبه يا بيه ومات، القلوب عفنت وجسيت على بعضيها يا بيه. سرقوا الموبايلين يا بوي، الموبايل الدولي والموبايل ابو خطين يا بيه. وهو مين الخواجه ده؟ ده جون يا بيه، صاحبي قوي يا بيه، ولسه جايبه من المطار وهو كمان اتسرق موبايله الدولي. واني ابو خطين. ونوعه ايه بقى الموبايل ده؟ كارت. ايوه، يعني بلده ايه؟ صنفه ايه يعني؟ ياباني. كوري. كوري ولا ياباني؟ يابي. كوريا كوريا بتاعت السلاح المواوي. خلاص بعدين ايش دخل اليابان في الموضوع يعني؟ ما كانتش اسميها اليابان يا بيه، ده كله على جراير. رئيس جمهورية اليابان ده واده كبير اسمه اليا، خد اصحابه وراحوا يتسبحوا في النيل. نيل في اليابان؟ يوه، ما وصل الاقصر. عتبام حاجية، عتبام حاجية. المهم الوادي اليا ده كان متجلع جلع ماسخ قوي يا سعادة البيه. ما تعرفش الوادي اليا ده يهزر وليه وكل ناسه ده، وضرب بالانس خبص يعني مقبش.
مرة واحدة اتجلبت كل معسكرات الأمن المركزي بتاعت اليابان داي، وركبوا العربيات وراحوا كلهم على ضفة النيل من ناحية داي ومن اليمة التانية. اوجه الرئيس بتاع اليابان ده وأعوان الرئيس ووقفوا على تابة عالية وجابوا زعانف البشرية داي يضبوا ويجيبوا ملاجئين شليا. راح واحد من أعوان الرئيس شافه وراح مشاوره وقال اليابان، من يومها عايسموها اليابان. ولا انت رافع ايه ياد؟ شارب ايه يعني؟ شكلي هعمل معاك الجلاش يا بخاتي. ليه يا بيه؟ ده انا جاي اشكيلك تقولي شارب، ما شربانش حاجة يا بيه، موبايلي اتسرق وانا شريب ورق كرومب ولا ورق خس يا بيه، ده مال ناس يا بوي. طيب يبقى تتكلم عدل عشان افهم. حاضر يا بوخته. ابوخته دي تقولها لواحد صاحبك. اسمي حضرة الظابط. ظابط ورابط وكد الدنيا كلها، بس ربنا يخليك وينفخ في صورتك وتجيب لي موبايلي ابو خطين. في حاجة مميزة في موبايلك ده؟ بلوبوس يا بيه، بلوبوس. ايه البلوبوس ده ان شاء الله؟ البلوبوس ده يا بيه عتيجي تقعد على اي دهو ولا اي كافيه تدور البلوبوس ده تكشف بلوبوسات الناس القاعدة كلك. طيب يا ريس بخاتي، امدى على اقوالك واتكل انت على الله، واحنا هنتصرف وربنا يسهل ان شاء الله. ونادم على واحد جمتنين لابسين جواكت جلد سود وقالولي انت يا بخاتي، حطوا ايدهم على كتف لغاية برا الجسم وانا ماشي بصيت الجور بتاع الدولة ومشي. حتفهم حاجية. وتاني يوم لقيت 12 واحد لابسين جواكت جلد سود وغلظة قوي وقالولي اتفضل معانا يا بخاتي. سألتهم سؤال واحد، لقيتوا الموبايل. امال ايه؟ لقينا موبايلك وموبايل جون. جون بتاع الفيسبوك البروه بتاعي. ايوه بتاع الفيسبوك والصور يا خفيف. جون طلع جاسوس يا بخاتي. جاسوس؟ وعينخر في بلدنا زي السوس. يا جالوس الطين اللي اتحط على راسك وراس ابوك واللي جاب واللي جاب ابو ابوك يا بخاتي. حتفهم حاجية. بخاتي تمثيل صلاح حفيفي، لاشينا لاشين، يوسف سلامة، حسن الشريف، فوزي المليكي، حمزة خاطر، محمود فتحي، رانيا عبد المنصف، مصحح لغة حسن الجناوي. كلمات الأغنية إلهامي مقار، تلحين وتوزيع أحمد صالح، هندسة صوتية محمود عزة. بخاتي تسجيل ومونتاج محمد شعبان، روماني أمين، مساعد إخراج ومعد موسيقي أحمد عبد المعبود، منتج منفذ شامل برودكشن، إشراف عام شادي مقار، إخراج محسن رزق.